الهلال السعودي تبدو خطيرة، تبدو المحاولة خطيرة من الشلهوب صاحب الخبرة الميدانية الكبيرة، صاحب الخبرة الميدانية الكبيرة والنجم الكبير، والذي قال عنه الأمير عبد الرحمن بن مساعد يعني سأقدم عقد لهذا اللاعب حتى 100 سنة. كرة الآن ملعوبة في المرمى، في المرمى، والتعادل عن طريق الشلهوب، عن طريق الشلهوب. إذا العودة إلى المباراة، العودة ليلة المباراة، عودة هلالية، عودة هلالية، وتوماس دول أيضا يصدر تعليمات القادمة. إذا الشلهوب والكرة بتضرب، أيضا تضرب وتخدع حارس مرمانا سالم عبد الله، وبالتالي في المرمى. إذا العودة للهلال إلى المباراة، التعادل بهدف لهدف، التعادل بهدف لهدف بهدف محمد الشلهوب. محمد الشلهوب، شوف محمد، شوف الكرة الماضية فعلا تضرب بأحد لاعبينا ومدافعينا، وبالتالي في المرمى تغير 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 مسارها، تغير اتجاه الكرة الماضية، وبالتالي صعبة جدا كانت، صعبة من على حارس المرمى. الكرة الماضية لما تغير اتجاهها من محمود قاسم في المرمى. إذا العودة إلى المباراة، التعادل بهدف لهدف.